يقول السائل: أتممت الشوط الأول في الطواف ثم انتقض وضوئي، فهل إذا ذهبت إلى بيت الخلاء ثم توضأت فهل أكمل الأشواط الستة، أم ينبغي علي أن أستأنف الطواف من جديد؟ يجب أن تستأنف الطواف من جديد، لأن الأشواط الأولى بطلت بانتقاض الوضوء. مثل لو كنت تصلي وانتقض وضوءك تبطل الركعات التي ركعتها قبل، لازم تبدأ الصلاة من جديد بعد الوضوء، فكذلك الطواف.